خلينا نتابع مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلتنا منى ابراهيم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الخير عليك، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليك يا نهاوندا، صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد يبقى اكيد اخبار اهلاويه رياضيه كمان جديده، ومن هنا من المقر الرئيسي للنادي الاهلي فرع الجزيره موجوده لاطلاقهم على اخر وابرز الاخبار الرياضيه والنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه اللي ابرزها النهارده. فريق كرة القدم اللي سافر امبارح إلى المنصورة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم أمام المحلة، في المحلة اللي هتبقى إن شاء الله الساعة 5:30 مساء، ودلوقتي حالا يبتدي تدريب اللعيبة اللي خارج قائمة مباراة اليوم، يعني تحت طبعا قيادة أخصائي تأهيل طارق عبد العزيز. اللعيبة هم حمدي فتحي، حمزه علاء، محمود وحيد، محمود متولي، طاهر محمد طاهر، احمد نبيل كوكا، محمود كهربا، محمد محمود، وصلاح محسن. يعني يمكن احنا عارفين كلنا ان الفريق طبعا متصدر الدوري ب 12 نقطه، فاز على الاربع مباريات اللي فاتوا، ان شاء الله النهارده كمان ال 12 يبقوا 15 نقطه. عايز اقول لك يا نهاوندي كريم ان مش بس فريق كره القدم اللي متصدر الدوري، كمان سيدات اليد متصدرين ب 33 نقطه بعد فوزهم على 11 مباراه متتاليه. التدريب النهارده لسيدات اليد الساعه 6 مساء على استاد القاهره استعدادا لمباراه منوف اللي هتبقى على ملعب منوف كمان يوم السبت القادم ان شاء الله من منافسات الدوري. للاسف الفريق عنده اكتر من اصابه هيبقوا بعاد عن الفريق وتدريباته ومبارياته الفتره القادمه، يعني ابرزهم امنيه خالد اللي عندها خلع في الكتف من فتره، لكن للاسف هيستمر حتى يناير القادم. كمان شهد الشواربي اللي عندها التواء في الكحل، لكن ان شاء الله خلال اسبوع من دلوقتي هتكون جاهزه لخوض التدريبات الجماعيه مره ثانيه مع الفريق. اللي كمان هيبقوا مش موجودين في الفتره اللي جايه مع الفريق اللاعبه المحترفه التونسيه للفريق سندس حشانه اللي سافرت لانضمام لمعسكر منتخب بلادها تونس للمشاركه في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. والى السله الحمراء بقى اللي بتواصل انجازاتها هذا الموسم بعد طبعا فوز رجال سله الاهلي بدوري المرتبط، كمان سيدات الاهلي للسله بيواصلوا انجازاتهم الكبيره جدا، فازوا امس على مصر للتامين في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجه 74-95. كمان بنات الاهلي قبلهم كانوا فازوا ايضا على مصر للتامين بنتيجه 76-62. والى بقى قطاع كره الطايره في النادي الاهلي، رجال كره الطايره النهارده بيستعدوا لمباراه وديه مهمه مع بتروجيت الساعه 8 مساء على ملعبهم، يعني اخر وديه لعبها الفريق كانت كمان مع بتروجيت من يومين فاز عليها النادي الاهلي، دي الوديه الثانيه مع بتروجيت لهذا الموسم. الجهاز الفني طبعا منتظر اجتماع اتحاد كره الطايره يوم 28 نوفمبر الجاري علشان يحددوا فيها كل مباريات الموسم ده هتبقى امتى وجدول المباريات كلها هتبقى مع مين ومواعيدها بالظبط ايه. عايزه كمان اطمنكم على لاعب الفريق احمد قطبي اللي كان اشتكى من مزق في العضله الضمه، يمكن دي من الاصابات اللي بتطول شويه، بتكون سخيفه بالنسبه للعيبه بتطول، يعني هو كان اشتكى منها من شهر ولكن لسه قدامه ان شاء الله اسبوعين علشان يقدر يستعد او يستأنف تدريباته الجماعيه مع الفريق مره ثانيه ان شاء الله. اما بقى عن سيدات الطايره، مباراه عندهم النهارده ايضا مباراه وديه الساعه 6 مساء مع وادي دجله، ودي الوديه الثالثه للفريق. طبعا كابتن حمدي الصافي بيواصل تجهيز لاعبته بشكل بدني وفني جيد جدا استعدادا لخوض كل مباريات هذا الموسم، وان شاء الله الفوز بيها كل مباريات الموسم ده ان شاء الله تبقى من نصيبهم. يعني انا هاندي كريم بشكركم جدا على المتابعه، بشكر كل المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي ايضا على المتابعه. دي كانت كل اخبار النادي الاهلي وفرق الرياضيه المختلفه من داخل المقر الرئيسي النادي الاهلي. بشكركم جدا، العوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو. اتفضل. بشكرك ايضا على التغطيه الرائعه لاخبار النادي الاهلي مختلفه يا منى، شكرا ليكي.